قال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني سمير صبري إن الدولة شهدت منذ عام 2014 العديد من الإنجازات، ويأتي في أهمها القضاء على الإرهاب لتحقيق الاستقرار، وهذا ما يحتاجه الاستثمار. أضاف كذلك أن الدولة شهدت إصلاحات غير مسبوقة في البنية التحتية وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن القضاء على فيروس سي. مجتمع المال والأعمال والسياسيين واعيين جدا لأن في طفرة في البنى التحتية في الدولة المصرية، في التشريعات، قانون الاستثمار اللي صدر في 2017، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي صدرت منذ أسبوع، 22 قرار مهمين جدا، كان في إشادة كبيرة، ومع ده برضو كانت الناس بتركز على بعض التحديات والمعوقات اللي مازالت بتقلل من الطموح اللي احنا محتاجينه في القطاع الخاص.